اليوم باش نعملوا اللحمه في القله كالعاده. نعملوا في افكار للعيد. ماك تعرف كوثر الناس ديما تحير في دبارات العيد. فما حاجه اللي انا لاحظتها برشا الناس تاخذ فيها اما ردوا بالنا منها في امور القله. ساعه خلينا نبدا. يلزمنا ناخذ قله كيما جدودنا. قبل في جدودنا في السبعينات والثمانينات الواحد كانوا يحطوا في القله ويحطوها في التراب ويحطوها كذا. راهو القله ما يلزمش يكون فيها الفيرنيه. وي بيان سور. ما يلزمش فيها يكون حتى برودوي. يعطيك الصحه. يلزمها تكون طبيعيه كيما هكا. اللي انا خذيتها لاهي مطليه لاهي حتى شيء خذيتها عاديه. اول حاجه كيفاش نعملوا اللحم في القله حتى من برا. حتى من برا. حتى من برا. ماذا بينا؟ يخرج لك الفرنية يتحرق. مواد كيميائية هذيك باش كلها بعد بالسخانة تترشق. تحب ولا تكره باش تأثر لك على البول تاع الماكلة. احنا ناخذ القلة نتاعنا هذيا لازمنا ننفخوها نهير في الماء. اي قبل ما نبدا. تفضل. بور كومونسي. تفضل. انت جربي. اي. وهذيا من قاع الخابية اللي قاعدة تقول فيه. نتاع خبير خبير لا يزي خبير في الطبخ. زيد كامل خبير بما انه جربي. صح بارك الله فيك. عايش. ابن عن جد. ديما تحشمني. ما نحشمكش يا خاطر انت توا كي تقول حاجه فيا انا باهيه يلزمني نشكرك. او ميرسي. كيما انت تقول في العباد حاجه نشكروا فيك. دو ريان. والله انا ما نقول كان في الحقيقه. بارك الله فيك. فوالا سي بون. يعطيك الصحه. متفهمي. متفهمين في الحكايه هذه ما فهميش تصنع راه والله بالحق اللي تدخل فيه. باهي باش نعملوا اللحمه في القل. تختار اي لحمه. احنا اليوم خذينا اللحم تاع الكتف. الكتف. سامحني الف خذ. الف خذ. خذينا اللحمات نتاعنا وقسيناهم تشوفوا فيها العظمه هذه مربوطه ببعض. حس نسيك العلوش صغير. ابن لحمه. انا راي على وليدي. ديما العلوش باش يكون مراه اسمع ماذا بيا تاخذوا العلوش الصغير خاطر العلوش الصغير لحمته بنينه مشكل العلوش الكبير. العلوش الصغير ما تلقاش فيه برشا مواد دهنيه ما تلقاش فيه. اما هذا ما يمنعش. اي. اللي مازالوا نهارين على العيد. صحيح. مشيش تمشيو تاخذوا علوش عمره اقل من 6 شهور. صحيح. راهو ما يضحيش. صحيح. ما تمشيش الضحايا. دونك لازم فوق 6 شهور اما كي باش تشريو في الايامات العادي تنجموا تاخذوا كما نقولوا نحن علوش حليب هكا ولا. علوش حليب اما ديما التضحيه هذيك معروفه فوق 6 شهور. ناخذ هذه اول حاجه خلينا اللحمه علوش خاطر العيد ديما ناخذوا شيره الفخذ خاطر الفخذ في الكويسون كما نقولوا في الروتي في الواحد ديما عنده نكهه خاصه. هذه حاجه. باش نحطوا معها الخضره باش نحطوا معها الطماطم. كرمتني يا شيف. هي سيدي سيدي. حتى ما ناكلش باش نمشي نطيب ونفرق. ما يسالش ما يسالش باهي باهي كله باهي. عاد نقولوا هنا توا باش نحطوا الطماطم نتاعنا باش نحطوا الفلفل معاها. اي. كان باش تحط البطاطا. كان باش تحط البطاطا طيبها قبل ما تحط. على خاطر تشد اكثر وقت. تشد اكثر وقت. حتى في القله وما تيبش. وما تيبش. صح راسها. هذه حاجه معروفه. فهمني البطاطا طيبه احنا تو البطاطا من بعد باش نقصوها ونطيبوها وحدها ونخلطوها به. مش طيبه ما لا تصمتها اباغ. اي. فهمتني وبعد تحطها مع ليزانغريديون. احنا ايش باش نعملوا هنا؟ باش ناخذوا اللحم نتاعنا من بعد باش نخلطوه كله لهنا. اما قبل ما ناخذوا اللحم نتاعنا باش نخلطوه باش نعملوا صوص زعره اليوم ما نمش نعملوا صوص حمراء. اي. باش نعملوها بالكل الباز نتاعنا هو كركم. زعر. كله كركم. معناتها انت باش تعمل الصوص تحضرها وترقلها وبعد تصبها في القلب. يعطيك صح. باش تقليها على الغاز. باش نقليها على الغاز نجم هنا عندي دو شوا عندي زوز اختيارات يا نقليها على الغاز يا نخلطها كل كيما المسلي ونصبها. انا اما ابا معناها. كي تتقلى شويه وتطيبها وتعدل لها نكهتها واحد وبعد تحطها في القله تجي خير. وما لازم تعرف حاجه راه كيما قلنا جدودنا قبل ما كانوش يعملوا صوص ومن بعد يحطوا كذا اللي يطيبوها في الطابونه خاصه جماعه الجنوب اللي ماك تعرف الجريد والحامه وقابس وفي الصحراء خاصه. تحيه ليكم كل عام وانتم حيين بخير. يعطيك الصحه وتطاوين والبلايص هذيك كل وقبلي راهم كل شيء في التراب وتحت طابونه واحد وكل شيء ما كانوش يقعدوا على ما ايش يعملوا هما يحطوا اللحم نتاعهم يفوحوا بالزيت والفيح والدنيا كل اما فيه سر اللحم اللي فيه هو تراه شم قلي استنى 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 هاي تفضل استنى 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 زعتر يعطيك الصح زعتر زعتر تحته الورد الموف ما قلتوش يعطيك الصح شنو هو الورد الموف هذاك الزعتر ورقه الزعتر انا مستنسى به من غير ورد بصراحه لا يعطيك مو خاطر يبدا مرحي برشا ولا يبدا كذا في الاول من صخيبه خزيمه من بعيد صخيبه خزيمه الحقيقه هذاك الزعتر
زعتر وكليل تحته ومخلط، زعتر وكليل يبداو مخلطين. أي. وما هما مثلا يلقاو اخضر، كما تعرف توا في الصيف ما تلقاش الكليل الاخضر خاطر يشيح في صعب الشمس وبالسخانه اللي احنا توا موجودين فيها. انا عندي في الدار في مزروع في المحبس كليل. اه صح عليك. اسمع المره الجايه فزتك النكية قول لي نجيب لك نعناع ريحان شنو اخر كليل نجيب لك فخاء من الدار. باهي. عاد قلنا اللفيحه نتاعنا كل باش يتحط هنا هذا هكا كما تشوفوني. ونشوفوا ايه؟ الردوبان ماك العروف وريح. ومن بعد باش نحطوا الزيت نتاعنا. اي اسمع تعمل لك الماريناد والجو هذاك هو الماريناد باش تعمل الجو هذاك كل. قبل كانوا يعملوا ماريناد ولا ليه؟ كانوا يعملوا ماريناد اما ما يسميوش ماريناد، يقولوا مرقه صوص مرقه اللي ايه؟ هو نحن نسميه. اما المفيد يخليوها تقعد ترقد اللحمه نتاعنا ترقد في اللفاح نتاعها. مينيمم نص ساعه. مينيمم نص ساعه. ايه؟